جاء ما كشفه مسؤولون أمريكيون عن الاستخبارات الأمريكية بشأن استعداد روسيا لغزو واسع النطاق لأوكرانيا ليزيد التوتر بشأن الأزمة ويفتح الباب أمام الكثير من التكهنات والتساؤلات بل والمخاوف من ما هو قادم. فهل تعتبر هذه المخاوف في محلها أم أن أوكرانيا تملك مقومات صمود أطول؟ على خط التماس تقرع طبول الحرب بين موسكو وكييف، فالمؤشرات القادمة من الميدان تشير إلى اقتراب ساعة الصفر. الاستخبارات الأمريكية كشفت في تقرير أن روسيا تسرع استعداداتها لغزو أوكرانيا وحشدت نحو 70% من القوة اللازمة لتحقيق ذلك. أما في حال اختارت روسيا الخيار الأكثر تشدداً بحسب التقرير، فيمكنها تطويق العاصمة الأوكرانية كييف في غضون 48 ساعة فقط. شتاء ساخن عسكرياً ينتظر المنطقة تتوقع واشنطن، فالتقديرات الزمنية لشن الغزو قد تكون محتملة بين منتصف الشهر الجاري ونهاية مارس المقبل، فترة ذروة تجمد المنطقة الحدودية، حينها يسمح للوحدات العسكرية الروسية بعبور الطرق الوعرة. تقرير CIA لم يخفل الكلفة البشرية للصراع إذا انزلق الوضع الأمني، فليس مستبعداً أن يسفر الصراع العسكري عن سقوط عشرات آلاف القتلى بين الطرفين فضلاً عن اندلاع أزمة لاجئين على الحدود. مسؤولان أمريكيان حذرا من أن النزاع قد يسفر عن مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني وما بين 5000 و25 ألف جندي أوكراني، إضافة إلى ما يصل إلى 10000 جندي روسي. تقديرات أمريكية يراها متابعون مبطنة بالتحذيرات تفصح عنها واشنطن لتترك باب التكهنات مفتوحاً أمام تطورات الأيام المقبلة، وما إن يتحول شتاء السجلات الدائر في المنطقة إلى شتاء مواجهة محتملة. نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد وايت. سيرد وايت، أهلا بك معنا. ما الجديد وما أهمية هذا التقرير الصادر من قبل الاستخبارات الأمريكية التي يتحدث عن غزو روسي وشيك على أوكرانيا، خاصة بأن هذا الحديث مستمر منذ فترة؟ برأيي أن هذا عبارة عن جرس إنذار. طبعا يبدو أنه سوف يكون هناك مبادرات دبلوماسية مع الألمان والفرنسيين الذين يستعدون للذهاب إلى موسكو. نحن نعلم الآن ألعاب الأولمبية تحدث في الصين، وسوف يكون من المؤسف بالنسبة للصين أن تقع الحرب الآن في هذا التوقيت بالذات. ولكن على ما يبدو فإن الآن القوات الروسية تمت تعزيز العسكري، لا سيما فيما يتعلق بالمعدات حول أو على الحدود مع الأوكرانية. ربما ليس لديهم عدد الجنود الكافية، ولكن طبعا لديهم الأسلحة والعتاد الكافية التي ربما قد تسمح لروسيا متى شاءت أن تطلق هجمات ضد أوكرانيا. وبالرغم من أن أوكرانيا تملك عدد كبير من الجنود، إلا أن طبعا العدد يفوق أو هو أكثر بكثير من الناحية الروسية. أيضا فيما يتعلق بالدبابات، لديها العدد الأكبر من الدبابات في العالم، أتكلم عن روسيا. إذا هناك طبعا القوات العادية التي يمكنها أن طبعا تهزم بسرعة في شرق أوكرانيا، ولكن ربما قد نشهد تمردا أيضا في أوكرانيا. طيب لكن سيد وايتز، لماذا لا يتم النظر إلى هذه التحركات العسكرية الروسية تحديدا بأنها قد تكون ضمن الإطار الطبيعي ورد فعل لما يحدث حولها؟ لا ننسى بأنه مؤخرا تم نقل تعزيزات عسكرية أمريكية إلى بولندا.
نعم حسنا، هناك 100,000 جندي روسي على جهة واحدة، والآن ثمة 17,000 جندي أمريكي، وطبعا هذا لا يفاجئني كرد فعل متناسب. نحن رأينا هذا الحشد العسكري منذ قبل، رأينا ذلك في شهر أبريل، ولكن ما هو مثير للقلق هنا هو طبعا هذه الحشود العسكرية، المدة التي طال تواجدها فيها. هي طبعا متواجدة في هذه المنطقة لأكثر من شهر، وهناك مناورات في بيلاروسيا، وطبعا هذا قد يكون مناسبا للهجوم، لشن هجوم على أوكرانيا من الشمال. وطبعا كان هناك مناورات أخرى للأسلحة، وهي تحدث وسوف تحدث في الأسابيع المقبلة. إذا نحن لا نعرف ما إذا كان هناك سيكون غزوا، ربما هذا فقط للضغط على أوكرانيا والغرب، ولكن هذا طبعا ليس استجابة لأي نشاط قام به الناتو قبل بدء هذه الأزمة. شكرا لك على المشاركة معنا سيد ريتشارد وايتس، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، كنت معنا من واشنطن.